أعربت الوزيرة البلغارية عن رغبة بلادها في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية مع مصر. وأشارت الوزيرة إلى التوصل إلى اتفاق لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون بين مصر وبلغاريا وعقد أولى جلساتها بين مسؤولي البلدين. وصلنا إلى اتفاق لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون، والآن بدأنا الجلسة الافتتاحية لآلية التعاون والتي ترأسناها معنا مع السيد وزير الخارجية، وقد تبنينا بيانا مشتركا. ولكن الآن أننا نرسل إشارة قوية، أولا فلدينا بالفعل علاقات متميزة، ومن المهم أن نبقي الحوار السياسي على أعلى مستوى. وعقب ذلك نقول بوضوح أننا نود إلى تقوية العلاقة والشراكة الاقتصادية، ونود كذلك القول بأنه في هذا الإطار وبهذا التعاون وبزيارة اليوم نود أن نشكل وأن نقدم حلولا مشتركة للتحديات الإقليمية والعالمية. أقول اليوم رسائلي اليوم هو تكثيف التعاون والاتصال والتنمية الاستراتيجية.